السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجمال عدى الكلام. النهارده كده عامله لكم طاجن عكاوي بالبطاطس والبصل، حاجه كده 100 فل و14 مع شويه رز معمر كده، يستاهلوا بقكم زي العسل. يعني اكله سهله وسريعه ولذيذه، وفي نفس الوقت الناس اللي مش بتحب العكاوي هتحبها بعد الفيديو ده، شايفينها بتبقبق بقبقه وحاجه كده والله تستاهل بقكم تفتح النفس على الاكل اكتر ما هي مفتوحه. يلا بينا داخل الفيديو عشان نعرف احنا عملنا العكاوي اللذيذة الحلوة دي ازاي مع شوية رز معمر كده يستاهلوا بقكم. خليكي معايا، سهلة ومش مستاهلة وكمان سريعة التحضير. اول حاجة اجيبها هي العكاوي. اللي ما يعرفش العكاوي دي اللي هي ديل الضبيحة، انا مبدئيا كده ما كنتش باكلها، بس من بعد ما عملتها بايديا بقيت بموت فيها. ابتدي اغسليها غسلة كويسة، وبعد كده هاتي حلتك وابتدي حطي فيها معلقة كده كبيرة من السمنة، ما تزوديش لان كده كده العكاوي فيها نسبة كبيرة من الدهون. على نار عالية ابتدي انزلي بقى بالعكاوي بتاعتك، هي بتبقى جاية من الجزار كده متقطعة قطع صغيرة، وابتدي شوحيها. جبت كيلو بقى، جبت نص كيلو، جبت 2 كيلو، المهم اللي انت هتعمليها بطعمه مميز جدا. حلتك على النار شوية من الفلفل، وكمان هبشر عليهم كده شوية من جوزة الطيب، بتدي اللحمة عامة طعم جميل جدا. جوزة الطيب لازم تجربيها. ابتدي بقى ابشري عليها شوية كده حلوين، وبعد كده هتكون خدت لها التشويحة الحلوة من تحت. ورقتين كده ورق لورا، وسيبيها كده تتشوح مع نفسها. بعد 5 دقايق هتلاقي اللون اتغير، هتبتدي تقلبيها الناحية التانية. نفس اللي عملته في الجنب ده هعمله برضو هكذا، رشة من الفلفل وشوية كده من جوزة الطيب، وكمان هرش عليها نص معلقة كده من الكزبرة الناشفة، بتدي طعم حلو جدا. برضو هي دي التوابل اللي حطها، ما تزوديش زيادة عن كده عشان تستمتعي بطعم العكاوي بتاعتك. كل ده والنار عالية معاكي. من وقت للتاني تبتدي تقلبيها، انا عايزاها تاخد لها تشويحة حلوة. على ما اظن كده اللي كله خد لون حلو جدا وتشوحت بطريقة مميزة. بصراحة لقيت الحلة ضيقة، ابتديت اوسع على نفسي وحطيتها في حلة اوسع. جبت كده 3 بصلات كده متقطعين قطع صغيرة، او لو عايزة مبشور مفيش اي مشاكل. ابتدي بقى قلبي اللي فوق تحت واللي تحت فوق لحد ما كله يندمج مع بعضه. اول ما البصل كده يتكرمل معاكي شويه ابتدي انزلي عليها بميه سخنه. انا مش حامله الحله كلها ميه، يعني نصها كده عشان خاطر تسوي معايا العكاوي، هي بتغيب في السوا شويه، فاول ما تبتدي تغلي معاكي ابتدي هدي عليها النار وخليها تستوي براحتها. من بين كل وقت للاخر ابتدي قلبيها، لقيتيها احتاجت ميه مفيش اي مشاكل زودي. قبل كده عملتها معاكم بالبطاطس بس كانت بالصلصة، بس النهاردة كده عاملاها بالبصل بس. في اخر 10 دقايق كده من سوى العكاوي ابتدي انزلي بمكعبات من البطاطس لانها مش هتغيب في السوى. ممكن تضيفي اي نوع خضار تاني، كوسة، بسلة، جزر، كل واحد على حسب ما يحب. انا النهاردة استكفيت بس بالبطاطس، زي ما انتوا شايفينها كده عمالة تبقبق معاكي.
عبر ما تستوي في العشر دقايق دي أكون حضرت الرز المعمر. شوية كده من الرز المصري بتاعنا نبتدي نغسله غسلة كويسة، وحطيت شوية من الملح. بعد كده أبدأ أحط كده معلقتين تلاتة من السمنة أو الزبدة، أي نوع أنت بتستخدميه. هبتدي أقلب كل السمنة دي مع حبيبات الرز لحد ما كله يندمج مع بعضه. أهم حاجة تكوني مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية عشان خاطر أول ما الرز يخش معاكي كده يغلي غلوتين ويستوي بسرعة. بعد كده أكون مجهزة اللبن، يكون سخن عندي مقدار اللبن لحد ما يغطي الرز. ابتدي اديها كده تقليبتين ودخليه بقى على درجة حرارة 150، مش هياخد في ايدك وقت خالص. اهم حاجة يكون الفرن والشواية مفتوحين مع بعض، ده انا ولا حاطة فيه ملح ولا حاطة فيه سمنة. خلاص العكاوي بتاعتي دخلت في السوا وكانت راحتها قلب الشقة. هاتي الطاجن بتاعك وابتدي بقى حطي العكاوي مع البطاطس. البطاطس بصراحة سايحة ونايحة وطعمها زي العسل، هي اصلا هتتاكل قبل العكاوي. وهبتدي ادخلها برضو في الفرن تاخد لها كده تحميرة حلوة كده من فوق، وفي نفس الوقت كده كله ياخد من بعضه. ظبطي الطاجن بتاعك بحيث بقى اللي العجاب كده تكون باينة وتاخد لها تحميرة حلوة تحت الشواية. خلاص الرز جاهز معايا. هبتدي اول ما بيطلع يا جماعة حطي عليه كده معلقة كده كبيرة من الزيت، صدقوني جربوا التكة دي هتفرق معاكم في طعم الرز كتير جدا. وكده العكاوي طالعة مبكبكة معايا وتستاهل بقكم، صدقوني بعد الفيديو ده وبعد الوصفة دي لازم تجربوها بالطريقة دي وهتدمنوها. داخل عليكي رمضان تقدري تعمليها في اي عزومة هتشرفك تمام. البطاطس سايحة ونايحة وطعمها مكرمل وزي الفل، وكمان العكاوي مستوية ومظبوطة جدا. جبت كده طاجن وابتديت احط فيه الرز بتاعي، وكمان هبدأ اقدم العكاوي بتاعي بشكل مميز. تقديم الاكل احسن من الاكل نفسه، قدمي اكلك بشكل مميز احلى من المطاعم كمان، انت تستاهلي وولادك يستاهلوا وجوزك عشان ما ننساهوش. الرز زي العسل بصراحة، كان يتاكل لوحده مع شوية العكاوي الحلوين دولة وشوية بطاطس يستاهل بقكم. ان شاء الله تجربوا الوصفة دي وتدعوا لي كتير. وبس كده، هي دي كانت وصفتنا النهاردة، سهلة ولذيذة وسريعة التحضير وفي نفس الوقت كده طعمها لذيذ جدا. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.